بح يلي هي حب بالمقلوب أو برمجة حية، تعاونية غير رسمية لفنون الأداء. خلقت برغبة إنه نجرب نلاقي مساحة بترافق المساحات الفنية اليوم. ممكن يكون هو اللي عمل، بس هاد ما بيعمل إني أقبل. شلون يعني ما حدا بده يفوت؟ عودي معاي. بتلاقي طريقة مختلفة بالعلاقات الاقتصادية والإنتاجية بين الفنانين والفنانات. بس لهلأ بعدها محصورة بإنه الأفراد هن عم بيقدموا الخدمات تبعولن بس لنقلع، يعني بس هلأ، لأنه نحن هلأ بنسخة صفر. على ورقتنا عودة رشال بتطلب ينكتب عرف إنه كان عبيري اشرب معك قهوة وكنت زبط شعري بس كرمالك بركي غير يوم. كل سياسات الانتاج يلي موجوده لما بنشتغل بهذا المنطق بنكون منا مؤيدين باي سياسات انتاجيه، بنجرب نحن نكون عم نصب كل الفكر الفني اللي عبينا نحطه بهذا المشروع ونجرب من خبراتنا نصبها بهذا العمل. انت شو مشكلتك؟ انه اوعى منها مثلا تفهمي اكثر منها؟ اكيد من جهتنا كبح في الويب سايت عم بيأرشف كل الاعمال اللي عم بتصير عم يحكي عنها، عم نجرب نعمل كمان ارشيف بصري للعروض، عم نجرب نحكي عنها للصحافه للناس، عم بتكون جزء من الارشيف تبعنا للمستقبل. ففي هالشيء، ولكن الاستمراريه اللي عم نشتغل عليها اذا بدك هي البيئه اللي بتساعدك تضل عم تنتج. وكانوا ياكلوا بغنوره بالقصدير، والقصدير كان يعمل ردة فعل مع الأسيد اللي موجود بالبندورة، فماتوا من وراء القصدير. ما بعرف لوين بدنا نوصل بالتحديد، بس اللي بتمنى انه على القليل نلاقي على وقت معين مساحة مستمرة وتطوير وتعلم دروس كيف معقول نشتغل مع بعض بدون منافسة. بالمستقبل بنطمح نكون عم نعمل هيدا الشيء، بس نكون كمان بذات الوقت عم نقدر نبرمج بكذا منطقة مختلفة، يعني شوي نلغي المركزية تبع بيروت بالنطاق المحلي، نكون عم نبرم على المناطق وعم نبرمج عروض بمختلف المناطق اللبنانية وبلبنان بشكل خاص، وعلى أمل بالمستقبل نكون عم نعمل هيدا الشيء بشكل أوسع. يعني هيدا بزر نسخة صفر هلأ، أنه كيف المصاري اللي بتطلع تتوزع بشكل متساوي على الكل، عن جد بشكل متساوي على شيء اسمه أجر تعاوني. فكرة بح هو أنه نجرب نخلق حالة ثقافية بالبلد، نبلش نكون بشكل مداوم كل الوقت عم يكون في نشاطات بقلب بح. هذا المعرض من موسم بح اللي هي تعميه البرمجه الحيه، ومنها في معرض ماوريسيو بهذا الغرفه فيكم تشوفوه. وشكرا لكم، شكرا لمجيئكم. نحن بنطمح تكون هي هيدا الحل لاستمراريه عروض ادائيه قائمه على العداله الفنيه واللامنافسه. اهم شيء نحن عم نفعل بهيدا الوقت الحالي. نحن ما جينا من عبس، يعني في محاولات قبل بح، في أشخاص فيها كانوا بمحاولات قبل لتنظيم فني لهرمي قاعدة قائم على مجموعة متوافقة حول تعاضد أو التضامن، وهي تطوير لاقتراحات قبل ويمكن تكون مرحلة لتطويرات بعدين. هيدا خامس عرض عم نعمله ببح، وهالخمس عروض من عرض لعرض عم بيصير عنا جمهور أكثر عم بيجي، عالم أكثر عم تجي. أنت هون عم حس فيك بكتب بحوضي بالرواية تبعي. طبعاً نحن واعيين لصعوباته وتحدياته، بس مثل ما قلت هو اختبار
على صعيد الوعي والممارسة. كنتم ما البلهاء الأولى.